الخبر الأول معانا النهاردة بيتناول تحذير دراسة أمريكية من خطورة الهجوم السايبراني، حيث كشفت هذه الدراسة اللي أجرتها مدرسة كلارك في جامعة ميرلند الأمريكية أن هناك هجوما يشنه المخترقون كل 39 ثانية. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الدراسة دي بتعد أول الدراسات اللي حددت هذا المعدل شبه الثابت في أجهزة الكمبيوتر المزودة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، وهي هجمات تؤثر على واحد من كل 3 أمريكيين كل عام لأسباب مثل كلمة المرور غير الآمنة اللي بتمنح المهاجمين فرصا كبرى للنجاح. وذكر المركز أن 95% من اختراقات الأمن السيبراني ناتجة عن خطأ بشري. أما الخبر الثاني فبيتكلم عن النظام الغذائي الصحي، حيث كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هناك تحول عالمي إلى النظام الغذائي النباتي بحلول عام 2050، بعدما ثبت أن الأنظمة الغذائية النباتية وبدائل اللحوم فوائد على البيئة وصحة الإنسان. وقد يقلل هذا التحول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 15% من الإجمالي الحالي، ويتم جمع بدائل اللحوم النباتية الخالية المكونات بطرق جديدة لتتيح أطعمة تشبه اللحوم دون الحاجة إلى استهلاك الحيوانات. أما الخبر الثالث فبيتكلم عن دراسة جديدة توصلت إلى أن تناول الفاكهة والخضروات قد يساعد الأطفال في تقليل قصور الانتباه وفرط الحركة. وقالت أيرن هايتسو الأستاذ المساعد في التغذية البشرية بجامعة أوهايو الأمريكية أن الدراسة أظهرت أن الأطفال اللي بيتناولوا المزيد من الفاكهة والخضروات أظهروا أعراضا أقل حدة لعدم الانتباه. ولسه كلامنا مستمر عن صحة الإنسان وتحديدا مرض السمنة، حيث قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض البطنة والسكر بجامعة هارفارد أن هناك علاج جديد لمرضى السمنة بديلا للعمليات الجراحية اللي من المتوقع أنها تقل بنسبة 75%. كما أوضح أنه يتم استخدام العلاج الجديد كدواء للسمنة بنسبة 99%، وأضاف أنه بالفعل تم اعتماد دواء حديث من هيئة الدواء والأغذية الأمريكية لعلاج السكر وبيخفض الوزن بنسبة 20%، لافتا إلى أن نتائج العلاج الجديد أفضل بكثير من جراحات التخسيس والأعراض الجانبية له حتى هذه اللحظة غير مزعجة. وأشار إلى أن تدرج الجرعة أحد أشكال السيطرة على الأعراض الجانبية للعلاج الجديد للسكر والسمنة. وكمان وجه نصائح للطلبة المرضى بالسكر بضرورة إجراء تحاليل دورية خلال الامتحانات ومتابعته عن قرب، فضلا عن تناول مأكولات البروتين والسمك المدخن والبيض والفاكهة. الخبر اللي معانا دلوقتي عبارة عن تحذير من دار الإفتاء المصرية بخصوص الطريقة الشرعية لدفن الموتى، حيث أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن هناك طريقة مأثورة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لدفن الميت، بحيث يكون وجهه وصدره وبطنه إلى القبلة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن. وقال مفتي الجمهورية في فتوى رسمية أن الذي عليه الجمهور أن توجه الميت للقبلة واجب، فيحرم عندهم توجيه الميت لغير القبلة كما هو حاصل من بعض من يدفن في هذا الزمان. أما مصلحة الضرائب فكان ليها إجراء تجاه الفنانين، حيث دعا رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الفنانين أنهم يسجلوا بالضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، وقال أن المهن الحرة هي التي تعتمد على خبرة خاصة وتنظمها قوانين ولوائح معينة، ويكون مصدر العمل بها والعنصر السائد في مزاولتها هو العنصر الذهني، وأن الشخص اللي بيزاولها بيحتفظ باستقلاله في العمل. وأكد رئيس المصلحة على أن مؤدي الخدمة المهنية والاستشارية مكلف بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه تم إدراج الخدمات المهنية والاستشارية وهي خدمات خاضعة بفئة 10% مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي للمدخلات. ودلوقتي
دلوقتي معادنا مع تقرير مصور رصدته كاميرا بالخط العريض من داخل أول متحف للحيوانات في مصر في حديقة حيوانات الجيزة، واللي بيضم مجموعة كبيرة من المعالم والكنوز اللي بتتعلق بتاريخ الحيوانات وأشهرها في مصر وأفريقيا. تعالوا نروح نشوف مع بعض كاميرا بالخط العريض جابت لنا إيه. في قلب حديقة الحيوان بالجيزة موجود المتحف الحيواني، بيعتبر من أهم المتاحف في الشرق الأوسط وأفريقيا، اللي بتعرض محنطات لحيوانات وطيور وزواحف نادرة ومنقرضة. ومن خلال الكاميرا برنامج بالخط العريض تعالوا ناخدكم في جولة جوه المتحف نتعرف فيها على مقتنياته. الدور الأولاني بيحتوي على 10 بيئات: البيئة الأفريقية، البيئة الرطبة، البيئة الصحراوية، البيئة البحرية، بيئة الأمازون، بيئة القرود، تطور فرسيات، عالم الشمبانزي وإنسان الغاب. وبيحتوي في الدور الأرضي كمان على مجموعة من الهياكل العظمية زي الحوت، زي الخرتيت. الدور الثاني بيحتوي على الطيور والحيوانات وزواحف البيئة المصرية. الدور الثالث بيحتوي على عالم الطيور. الحيوانات دي لما نفقت اتحنطت. عندنا حيوانات يرجع تاريخها لأكتر من 100 سنة. بيحتوي على أكتر من 2300 محنط ورؤوس وجماجم. وبيحتوي على حيوانات منقرضة فعلا زي النمر السيناوي، هتلاقي في الدور الثاني ده انقرض من سينا. هتلاقي حيوانات مهددة بالانقراض زي غزال الريم. أقدم حاجة عندنا هو التمساح الفرعوني، يرجع تاريخه ل 3000 ل 4000 سنة قبل الميلاد. أجدد حاجة هو الخرتيتة زيزي، دي نفقت سنة 2019. ودلوقتي معادنا مع فقرة بخط الإيد، والنهاردة هنعرض لحضراتكم رسالة من النجمة نجوى كرم، حيث كتبت لجمهورها: إلى كل من يحبني ويتتبع أخباري على الفيسبوك الخاص بي، لكم مني دائما أمانة المحبة التي لطالما زرعتموها على دربي كي أطل دائما بثقة وتوهج، فكلما شعرت بمحبتكم ازددت إصرارا على المثابرة في سبيل النجاح. شكرا لكم.